اهلا بيكم متابعي ابو كبير ميديا من كل مكان. نحن الان في انتظار تشييع جثمان الطبيبة شروق. طالبة الشهادة الإعدادية التي لفظت أنفاسها الأخيرة صباح أمس في لجنة امتحان الشهادة الإعدادية. طبعا الحسرة تكسو وجوه أهالي القرية، والقرية جمعاء تتشح بالسواد لفقدان الطالبة شروق، يعني التي لفظت أنفاسها الأخيرة امبارح أثناء أداء امتحان الشهادة الإعدادية. يعني فاجعة وصادمة إن شروق يعني شقيقها لحقها يعني توفى منذ أسبوعين، أيضا يعني الاثنين توفوا خلال أسبوعين. يعني صدمة وحسرة على وجوه أهل القرية، جميع من سيدات ورجال وأطفال، جميع في انتظار تشييع جثمان الطالبة شروق. يعني الشقيقين توفوا خلال أسبوعين، يعني حسرة وبكاء وصدمة على وجوه أهالي القرية. قرية دربلة بمركز كفر دوار محافظة البحيرة تتشح بالسواد. الحزن يخيم على وجوه أهالي القرية. وفاة شروق كانت صدمة امبارح لأهلها، يعني ما عداش أسبوعين وتوفت بعد شقيقها. الوضع زي ما حضراتكم شايفين، حزن حزن يخيم على أهالي قرية دربلة بمحافظة البحيرة. شروق يعني لفظت أنفاسها الأخيرة صباح أمس في لجنة امتحان الشهادة الإعدادية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. يعني على الفور الناس يعني نقلوها لمستشفى كفر دوار العام، ولكن يعني كان أمر لا نافذ. يعني شروق توفاها الله وهي تؤدي امتحان الشهادة الإعدادية. الحزن يخيم على وجوه القرية. الوضع زي ما حضراتكم شايفين، الجميع في انتظار تشييع جثمان الطالبة شروق. الآن أمام المسجد الكبير لقرية دربلة بمحافظة البحيرة مركز كفر الدوار في انتظار صلاة الجنازة على فقيدة الشباب وشهيدة العلم الطالبة شروق التي توفت صباح أمس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وهي تؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية. شروق يعني لحقت شقيقها بعد أسبوعين من وفاته. شقيقها محمد خليف توفى وهو يعمل، يعني توفى إثر صعقه بالكهرباء منذ أسبوعين وهو يعمل في يعني في مكان عمله، وهي لحقت به صباح أمس بعد أسبوعين من فراقه. يعني أهالي القرية في حالة من الصدمة والحسرة على يعني فراق اثنين من شباب القرية، ويعني صدمة تكسو الوجوه والحزن يخيم على أهالي قرية دربلة. الجميع في انتظار تشييع جثمان شروق. ندعو لألوم الصبر والسلوان. يعني ده صورة محمد شقيق شروق اللي توفى منذ أسبوعين. طبعا يعني معلقين صورته
حطوا على الجامع من بره المسجد، والنهارده من نفس المسجد يعني جنازتين مشكوكين خرجوا من نفس المسجد على مدار الاسبوعين حالة من الصدمة والحسرة تكسو وتخيم على أهالي قرية دربلة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة. طبعا يعني أهالي القرية جميع في انتظار تشييع جثمان طالبة شهود. شروق يعني توفت صباح أمس، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية يعني لحقت بشقيقها بعد أسبوعين من وفاته. يعني صدمة تخيم يعني تخيم على أهالي وجوه أهالي قرية دربلة بمركز كفر الدوار. الكلمات يعني لا توفي يعني كلمات، مش عارفين نوصف الوضع اللي فيه أهل شروق خالص. الوضع يعني زي ما حضراتكم شايفين كل الناس مستنية تشييع جثمان شروق. طبعا الوضع زي ما حضراتكم شايفين الجميع في انتظار تشييع جثمان. حالة من الصدمة تكسو وجوه قرية يعني وجوه أهالي قرية دربلة بمركز كفر دوار. نحن الآن في انتظار تشييع جثمان طالبة شروق التي توفت صباح أمس وهي تؤدي امتحان الشهادة الإعدادية. شروق يعني ما لحقتش، كتبت اسمها على الورقة وما لحقتش. شروق توفت أثر هبوط حاد في الدورة الدموية. انتظار تشييع جثمان طالبة شروق خليف التي توفت صباح أمس وهي تؤدي امتحان الشهادة الإعدادية. أثر هبوط حاد في الدورة الدموية. الحزن يخيم على أهالي قرية دربلة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة. شروق يعني لحقت شقيقها بعد أسبوعين من وفاته، الاثنين توفوا في أسبوعين، يعني حالة من الصدمة والذهول على أهالي القرية. صدمة تخيم وحزن تخيم على أهالي قرية دربلة في محافظة البحيرة. يعني أهالي القرية جميعهم في انتظار تشييع جثمان شروق. طبعا كل ينتظر تشييع جثمان شروق. أهالي القرية Thank you.
الشيع جثمان الطالبة شروق من المسجد الكبير بقرية دربلة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة. الحزن يخيم ويكسو على أهالي قرية البلد. والآن في يعني دقائق تفصلنا عن تشييع عثمان الطالبة شروق بمحافظة البحيرة. صورة شقيق شروق اللي توفى منذ أسبوعين أثر صعقه بالكهرباء، يعني الاثنين توفوا خلال أسبوعين. نسأل الجميع بالدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان. طبعا استعدادات تشييع عثمان طالبة شروق من مسقط رأسها وقرية دربلة محافظة البحيرة. الآن سيتم صلاة الجنازة على طالبة شروق. وستتم صلاة الجنازة على الطالبة شروق. نعم. دقائق وسيتم صلاة الجنازة على الطالبة شروق. طبعا دقائق وستتم صلاة الجنازة على الطالبة شروق. التي توفت صباح امس اثر هبوط حاد في الدوره الدمويه. شروق لحقت بعد اسبوعين يعني بوفاه شقيقها، توفت بعد اسبوعين من وفاته، يعني صدمه وحسره على تكسو يعني وجوه اهل القريه، والحسره يعني بتغطي قلوبهم. ادعو الجميع بالدعاء لهم بالصبر والسلوان. هي دقائق ويتم صلاة الجنازة على الطالبة شروق التي توفت صباح أمس أثناء أداء امتحان الشهادة الإعدادية. لو حد عايز يصور من فوق يتفضل معانا. مش حد يصور منظر من فوق. فندية. تمام. لو حد عايز يصور منكم من فوق يتفضل معايا. طبعا دقائق وثانية يعني هنغطي لحضراتكم صلاة الجنازة على الطالبة شروق.